أن هذا الداعية كافر مرتد خارج عن الإسلام، ولا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين. أيوة على التعيين عشان نقول أنت كافر، ده ما حقنا إحنا، ده حق الحكومة. أنا ممكن أجيب لك كم دليل إنه ده كفر كده، لكن حتحك راسك لا لا وهابي. قال تعالى في الآخر يا أخي أنت وهابية، كما قال ما سلف بيجيكم قروش من السعودية. ما بتصل معي الأتية. قال بكفرك صحيح صحيح ها على وجه التعيين ها، دي الحكومة القاهرة. نحن عندنا اللي هو إثبات حكم التكفير على التعيين، دامر الحكومة يقبضوك العلماء بتاع الحكومة عندها مجلس بتاع شنو الحكومة، هي اللي بتقيم عليك الحكم بتاع الكفر عينا كده. عشان كده نحن الآن نتكلم على البرعي بنقول البرعي قال كده والكلام ده كفر، وفرق بين نقول لك الكلام ده كفر وبين البرعي شنو كافر. فلازم تفهم أنت الكلام بتاعنا، إذا ما فهمت الأشياء دي أنت بتتهمنا بالباطل، فده المنهج. أما التكفيريون الخوارج هم اللي بيكفروا الزول على التعيين وعلى التعميم، يقول لك ده كلهم كفار وده كافر وده كافر، ده منهج بتاع الخوارج.